حسب الميثاق بالشأن الداخلي لأي دولة. هذا ظلم فاضح، هذا عدوان صارخ، هذه مخاطرة غير محسوبة العواقب بالنسبة لما يترتب عليها على البحر المتوسط وأوروبا. ليس لكم حق التدخل أبدا في شؤوننا الداخلية، ليس لكم حق التدخل أبدا في شؤوننا الداخلية. من أعطاكم هذا الحق؟ ستندمون إذا أقدمتم على التدخل في بلادنا. إنها بلادنا ليست بلادكم. نحن لا يمكن أن نطلق رصاصة واحدة على شعبنا. نحن يقاتلنا تنظيم القاعدة فيما يسمى بالمغرب الإسلامي حسب تسميتهم هم له. تعالوا تأكدوا. معمر القذافي قائد الثورة. And now in English. Tell me when you're ready, guys. I've been running around to secure this press conference. The first letter from the brother leader of the revolution to President Barack Hussein Obama. To our son, His Excellency, the President of the United States, Barack Hussein Obama. I have said to you before that even if Libya and the United States of America enter into a war, God forbid, you will always remain my son, and I have all the love for you as a son, and I do not your image to change with me. I want you to remain with the same image. I have all the Libyan people with me. إذا مشاهدينا، هذا مؤتمر صحفي يأتينا الآن من العاصمة الليبية طرابلس لموسى إبراهيم، هو المتحدث باسم الحكومة الليبية، يتحدث الآن بالإنجليزية ولكن قبل قليل كان يتحدث بالعربية. هو يقول إنه يوصل رسالة من العقيد القذافي للرئيس الأمريكي، ولوحظ بأنه يصر على أن يسمي الرئيس الأمريكي، سماه ابننا بارك حسين أوباما فخامة الرئيس الأمريكي. هذا هو الاسم الذي اختار ان يسميه به، بارك حسين اوباما. هو يعني ملخص ما قاله حتى الان ان اي تدخل في ليبيا سيكون مخاطره غير محسوبه، ووجه رساله للامريكيين وللمجتمع الدولي بان ليس لكم حق التدخل في بلادنا، واننا نقاتل من قبل تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي حسب ما قال. إن الرسالة الثانية تم إرسالها إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والأمين العام للأمم المتحدة. إن ليبيا ليست ملك لكم، إن ليبيا ملك لكل الليبيين. إن قرارات مجلس الأمن الدولي لا غير مقبولة، لأن مجلس الأمن الدولي ليس مخول بالتدخل بالشؤون الداخلية لكل بلد. إذن فهو قرار لاغي، وهذا يعتبر ظلما، وهذا اعتداء واضح، وهو عبارة عن مخاطرة غير محسوبة لها تداعياتها على البحر المتوسط وأوروبا. لا حق لكم أبدا، لا حق لكم أبدا بالتدخل بشؤوننا الداخلية. من منحكم الحق بالتدخل في شؤوننا الداخلية؟ سوف تأسفوا وتندموا إذا ما قمتم باتخاذ خطوات بالتدخل بشؤوننا الداخلية، أي شؤون بلادنا. إنه بالفعل بلدنا وليس بلدكم. نحن لا يمكننا ولن نقوم أبدا بإطلاق رصاصة واحدة ضد شعبنا، ولكننا نقاتل ونكافح منظمة القاعدة في ما يسمى القاعدة في المغرب الإسلامي. تعالوا وتأكدوا بأنفسكم
بأن هذا هو الواقع. معمر القذافي قائد الثورة، شكرا جزيلا لكم.